الدوري العراقي الممتاز بكرة اليد ما زال ينبض بالندية والقوة والمستوى العالي الذي تنتجه الفرق بالمباريات، ما أعطى جمالية أكثر. مواجهة الكرخ والكوفة جمعت هذه النقاط لتكون بدايتها نارية من حيث الهجمات التي خطط لها الفريقان. الكرخ صاحب الخبرة وجد منافذ سجل من خلالها أهدافا، بالمقابل الكوفة المتميز بشبابية لاعبيه كان يرد بالمثل، الأمر الذي جعل التقارب بالمستوى والأداء والنتيجة حتى الدقائق الأخيرة. الأصفر استطاع من إنهاء هذا الجزء لصالحه ب15 مقابل 14 هدفا. المستوى الفريقين متقاربات وماكو اي فرق بيناتهم، مستوى بسيط. الشوط الاول كان مثير وبين طرفين هدف بهدف، يعني يقولون الكرخ احنا نرد عليهم. فريق الكوفه فريق محترم، لاعبي شباب، لاعبين بمنتخب ناشئين، منتخب شباب لاعبين وبمنتخب وطني، واحنا نفس الشيء تقريبا، يعني مستوى يعني بيناتنا ماكو فارق بعيد، يعني فريقين نفس المستوى. الجزء الثاني متغيرات جذريه نزل بها المستضيف والضيف، آملين الخروج من واقع الحال المشابه لكنه بقي ملازما، بأفضلية بسيطة للكوفة الذي حاول تسجيل إصابات أكثر للابتعاد عن منافسه الأصفر. أصحاب الأرض سرعان ما وجدوا خططا بديلة مكنتهم من العودة لطريق التقدم، سيطر على الدقائق المتبقية التي كانت أشبه بسباق. الأصفر الكرخي كان هو الفائز به ب30 هدفا مقابل 29. تستحقوا يفوزون علينا، قدموا علينا فريق لعب يعني كان هجومهم احسن من دفاعهم، يمكن يعني كان يعني شويه بالدفاع افضل من هجومنا، فقدنا هوايه كرات، واني هذا متوقع مثل ما قلت لك باللقاء، فريق يلعب الاخر دقيقه. الثواني الاخيره افتقد الى لاعب الخبره، اخذنا وقت، شرحنا تكتيك معين، لكن هو روح الشباب وطموح الشباب انه يريد يحقق هدف لا لغرض لانه حتى يسعد فريقه، قدر الله شاء ما فعل، الحمد لله، مبروك للكرخ، هذا لك فريقنا. نجاح الكرخ وضعهم بالمركز الثالث، بينما بقي الكوفة بالمركز السادس بترتيب الدوري. مباراة زرع فيها الطرفان عناصر المتعة والجمالية والتي كانت دلائلها واضحة وضوح الشمس، لكن الكناري الأصفر استطاع من حصد الفوز الذي جاء بشق الأنفس. من قاعة نادي الكرخ، زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد.